فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الاتصال على السحرة الذين يخرجون على القنوات الفضائية وذلك لأجل الرد عليهم؟ إذا كان يحسن الرد عليهم ويرد عليهم بالفعل، يحسن الرد ويرد بالفعل عليهم هذا طيب، أما إذا كان بيتفرج ولا ما يعرف يرد فلا يجوز لهذا، هذا مثل الذهاب إليهم. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، سواء أتاه يمشي أو أتاه بالاطلاع على القناة التي هو فيها. نعم، سمع قوله أو شاهد. نعم.